مساء الخير عليكم مشاهدي قناة الشروق تي في ومحبي الأخبار الصحة الفنية الجزائرية والعالمية والعربية. عنوانكم الواحد والوحيد هو برنامج لايف المشاهير اللي رجع لكم في موسم رابع باش يغطي لكم كامل الأخبار والفعاليات والمهرجانات. ويسعدني دائما تقديم البرنامج وفق زميلتي إكرام كفيف. مساء الخير إكرام. مساء الخير عصام. مساء الخير كامل المشاهدين ديالنا اللي مشاهدوا فينا من خلال قناة الشروق العامة وفي برنامج لايف المشاهير. بدايته دائما تكون بأهم أخبارنا لنهار اليوم في هذا العناوين. قصة كفاح من خليف قريبا في فيلم وثائقي يبث على أكبر المنصات العالمية. كادر جابوني وجه رسالة بخصوص أحداث غزة ولبنان ويكشف عن جديده سان فرونتيير. خالد بن عيسى عن فيلم بغباس. وفي مشاهير وود عشاق الكاي دراما على موعد مع دراما الجريمة والغموض ليدي دوير ومسلسل حجرة ورقة مقص يودع جمهوره. وفي حلقة اليوم أيضا حفيظة بريكي ضيفة هواء لايف المشاهير للحديث عن آخر ترتيبات الطبعة الثانية من مهرجان Algerian Traditional Festival. وكي العادة الفقرة اللي ما نستغناوش عليها هي كويك المشاهير، أخبار سريعة وظريفة في كويك المشاهير مع زميلنا محمد موفق. انعقدت صبيحة اليوم الندوة الصحفية الخاصة بالعمل الفني التاريخي روح الجزائر للمخرج أحمد رزاق، وذلك ضمن التحضيرات الخاصة بالاحتفاليات الرسمية للذكرى 70 لثورة التحرير المجيدة. بعد الضجة اللي أحدثتها الملاكمة الجزائرية إيمان خليف في أولمبياد باريس 2024، تم عقد ندوة صحفية خاصة بها للحديث عن قصة نجاحها رغم التحديات والصعوبات، وعن الفيلم الوثائقي الذي يجسد قصة نجاحها، ومجموعة العروض الخاصة بالملاكمة الاحترافية التي ستخوضها قريبا. أهلا مشاهدينا ومكملين دائما في برنامج لايف المشاهير. ومؤخرا كنا شفنا تداول العديد من الصحف عصام أو الصفحات عفوا خبر زواج أو خطوبة الفنانة منى الحدلي اللي كانت نشرت في ستوري صفحتها الرسمية على الانستغرام يذهب خاتم. صح، كنا شفنا هذه الصورة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، وين تداولوا رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذه الصورة، وخاصة وين قالت يعني كتبت فوق الصورة سوربريز يعني مفاجأة. الناس هنا يعني كلها تسألت على واش راهي توجد، يعني كاين اللي قالوا بلي حتدخل القفص الذهبي، وكاين اللي يقولوا بلي كانت ترويج لأغنية راهي تحضر لها أو كليب ما أو كليب تحضر ليه. لكن يعني قبل أو مباشرة قبل مباشر لايف المشاهير أو برنامج لايف المشاهير كنا تواصلنا، أو رئيس تحرير برنامج لايف المشاهير كان تواصل مع منى الحدلي. صحيح، الأستاذ رباح علاوة كان أجمع اتصال قبل ما ندخلوا على المباشر، وين صرحت له الفنانة منى الحدلي على أنه هذه مجرد فقط يعني إشهار كانت تديره ومشي دخلت القفص الذهبي، ولا راهي تروج يعني المشروع كليب ولا. احنا نقول لكم اكيد لو كان مشروع كليب كنا احنا الاولانيين اللي قلنا لكم ستوري بورد يعني اكزاكتومون زميلتي اكرام. فهذا هو التصريح اللي كانت قالته لنا منى الحدلي، وحنا نتمنى لها كل توفيق سواء في حياتها الخاصه ولا حتى المهنيه. وبما انه برنامج لايف المشاهير هو المصدر، يعني ماهوش صفحه كما نقولوا، برنامج اللي من خلاله نقدروا ندوا الخبر الأكيد والمؤكد. لذا حبينا نأكد لكم أنه منى الحدلي ما تخطبت ما تزوجت، لكن هي داعية. ولو تلاحظ عصام أنه المؤثرين ولا حتى المشهورين والفنانات والفنانين عبر مواقعهم يعني أو صفحاتهم الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولو يديروا هذه الطريقة للترويج لشيء ما سواء كان إشهار ولا عمل. صح، وهذه الظاهرة اللي خلينا نقولوا بلك خلت الجمهور يفقد الثقة في الناس اللي يتبعهم. علاش؟ في بعض الأحيان مثلا قبل ما نخرجوا يعني في الموسم اللي فات كنا شفنا فنانة أعلنت على انفصالها عن زوجها، لكن الناس ما امنوهاش ما صدقوهاش، قالوا بالك راهي توجد الاغنيه وحبت تثير الجدل، يعني خلينا تروج يعني حب ولو يديروها طريقه للترويج للاعمال تاعهم. نقولوا انه اصبحت استراتيجيه. صح، للترويج. exactly. استراتيجيه يعني مختلفه عن الاستراتيجيات اللي كانوا من قبل، لكن هذه الاستراتيجيه نقولوا بداو يفيقولها شويه. شوفي حتى لو كان ما فاقولهاش انا نشوفها يعني استراتيجيه، انا نشوف اني ما نستعملش
علاش استراتيجيه اللي تخلي الجمهور يفقد مصداقيه وما يرجعش يامنك زعما حنا على كل حال ولاد زوج ثمان لحد لي ولا خطبه راح تشوفوها عندنا في برنامج لايف مشاهير ولا حتى دار كليب ان شاء الله الكليب لازم يكون في البرنامج. يلا نروحوا لاولى تصريحاتنا اللي راها اليوم مشاهدينا الكرام وعلى هامش عيش الايقاع الافريقي اللي كان اقيم بقاعه الاطلس بباب الواد دائما حبيبه عيسى اكيد هذا الحفل كان قاموا كادر جابوني سهره الخميس الماضي وبين رجع الى المسرح الجزائري بعد غياب 5 سنوات. الكاميرا لايف المشاهير والشورو كان دائما حاضره وكما قال لكم عصام هذه المره كانت مع حفل كادر جابوني وبما انه تكلمت انه غاب لمده 5 سنوات على يعني الحفلات الجزائريه او المسرح الجزائري فخلينا نقولوا جوستومون عصام انه عبر في تصريح للايف المشاهير عن فرحته بهذه العوده. صح وكل شبابيك كانت مغلقه يعني التيكيت باعوا كامل. نروحوا نتعرفوا اكثر في ميكروفون زميلنا محمد موفق ونرجعوا. مرحبا بك معنا في لايف المشاهير. الله يسلمك ميرسي بوكو ميرسي برنامج لايف المشاهير. كذا اليوم العودة أكيد بهذا المهرجان الإفريقي المميز نحكيه اليوم على هذا العودة. فرحان وسعيد جدا بتواجدي هنا في هذا المهرجان المهرجان الافريقي ويلم فيه روح افريقيه جزائريه باعتبارنا احنا ننتميو لهذ القاره. عندنا طبوعنا وعندنا حتى الموسيقى نتاعنا اللي تكون افريقيه. الحمد لله انا سبق لي وانا عملت اغاني صحراويه مع فرقه امزاد واصولي بالصحراء اللي تسمح لي باش نكون متواجد في هذا الالبوم في هذا المهرجان. واش راح نقول لك انني فرحان بتواجدي هنا في قاعه الاطلس اللي هي الحومه تاعي ونكون فرحان بزاف كي نكون متواجد هنا. عندي ذكريات بزاف كبار هنا في هذه القاعه اللي راني فرحان باش نتلاقى مع الجمهور. كادر لو ديو تاعك مع نوميديا للزول اكيد هو داير ترند او حقق نجاح نسب مشاهده عاليه واش يعني لك؟ وي هذه ما هي الا اغنيه من الاغاني تاع الالبوم اللي جاي. هذه اغنيه واحده اللي من الاغنيه الثانيه بعد اغنيه الو الو الحمد لله اني نجحت زدت الاغنيه الثانيه. ونوعد الجمهور انه كل شهر راح يكون فيديو كليب حتى لغايه شهر ماي اللي نختم فيه كل البوم تاعي. كادر واحد لا بيريود كنت درت اون بوز وين اكيد بعد شويه اسكو كانت اون استراتيجي باش تشوف واش راهو ناقص في الساحه والفنان يجدد روحه؟ اكيد بكيد اكيد انه انا 20 سنه وما تقدر تقول 25 سنه انه 25 سنه ما خديتش راحه. خديت راحه في هذا الوقت اللي عاودت راجعت حساباتي عرفت واش نخدم والحمد لله اليوم خرجت هذا الالبوم ان شاء الله. كادر اليوم الفنان اكيد عنده رساله والاوضاع اللي رانا نعيشوها سواء في سوريا لبنان وحتى فلسطين رسالتك اكيد؟ رسالتي الله يعم السلام على ارض فلسطين ان شاء الله والله يرحم الشهداء ان شاء الله. مشاهدينا الكرام دائما مكملين في البرنامج بما انه رانا في اولى الحلقات لازم نهضروا دائما. يلا نروحوا يلا نروحوا لمهرجان اللي راهو يعني حاليا بالجزائر او راح يقام في الجزائر وراح حديث صح. الكثير من الناس ولا كثير من الصفحات راح يكون يوم السبت ان شاء الله Algerian Traditional Festival اللي كنا حنشوفوه او شفناه في الطبعه الاولى وحنشوفوه في الطبعه الثانيه. صحيح يعني كل التجهيزات والتحضيرات راهي على قدم وساق باش ينجح في طبعته الثانيه كما نجح في طبعته الاولى. وحنا يا لايف مشاهير اكيد راح نكونوا حاضرين ونغطيوها كما غطينا الطبعة الأولى. والمنظمة تاع مهرجان اللباس التقليدي الجزائري هي حافظة بريكي اللي دائما تحاول من خلال هذا المهرجان يعني تروج للباس التقليدي. وعلى هذا زميلتي إكرام نربطوا معها نربطوا مع الاتصال وهذا ما راح يكون اتصال على المباشر باش نشوفوا آخر تحضيرات وترتيبات هذا المهرجان. ألو مساء الخير حافظة. مساء النور. واش راكي لاباس بخير؟ لاباس شكرا لله. يلا لو نرفعوا شويه في الصوت ما على باليش اسكو من عندنا نشوف مع فريق الصوت ولا من عندك حفيظه. يلا انا نسمعوا فيها بيا. مساء الخير بك سيده حفيظه ببرنامج لايف المشاهير. مساء الانوار راكم تسمعوني؟ انا نسمع فيك تخي بيا. وانت يا شكرا جزيلا على هذه الالتفاته اللي دائما قناه شروق اللي دائما تشجع وتدعم كل ما هو ترويج للموروث الثقافي الجزائري. مرحبا بك. الله يخليك.
يلا حفيدة، قبل 6 أيام أو 6 أيام تفصلنا عفوا عن انطلاق مهرجان Algerian Traditional Festival، بما أنك أنت منظمة الطبعة الأولى والطبعة الثانية اللي حنشوفوها يوم السبت، فلو تحطينا في الصورة عن آخر ترتيبات وتحضيرات هذا المهرجان. والله كما سبق يعني الالتفات على هذا المهرجان، اكيد كنا شفنا الطبعه الاولى والان كي توجدي الطبعه الثانيه، حنا حابين نعرفوا يعني واش بالك هي الهفوات ولا الامور اللي كنتي بالك قمتي بها في الطبعه الاولى وماكش يعني كي راح تتغاداي عليها في الطبعه الثانيه وتتفاديها ايضا. شو هو عمدا يعني ما كانش واحد ما يخطئش اكيد في التنظيم. اسمحي لي يعني لازم نشير الحاجه، اسمحي لي انه نشير الحاجه، اسمحي لي سيده حفيظه، سيده حفيظه باش نقول لك حاجه، انا من سؤالي هذا ما قصدتش انه طبعا الاولى ما كانتش يعني ناجحه، بالعكس كانت ناجحه ومشكور على كل المجهودات اللي قمتي بها، وايضا كانوا عندك ضيوف عربي لان انا كنت حضرت وغطيت هذا المهرجان في طبعا الاولى، يعني كان الله يبارك، لكن اكيد كنا شفنا بعض الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصه في طبعته الاولى دائما. صحيح. يعني الاكسبيريونس الاولى كما أكيد. تفضلي. جستمون يا عصام، ان شاء الله هذه المره راني اعلاها انا تاخرت في التحضير، يعني طبعا الاولى عندها تقريبا سنتين صح، فلتفادي اي خطا المره هذه استعنت بناس عندهم خبره اكثر في الميدان. يعني مارسا 99% من التحضيرات وحدي، وكذلك اكثر شيء انه الانسان واحد في مكاني راه يفشل، انا ما فشلتش، لا تعلمت من هذه الهفوات، ما نقولش اخطاء لانه الخطا ممكن يكون في بعض الاحيان مقصود، لكن هفوات صرا، وخاصه انه الانسان يحلم انه يدير حاجه كبيره. فان شاء الله هذه المره راح نشوفوا وراح تكونوا حاضرين، انه هذه المره ان شاء الله المهرجان راح يشرف العالم الجزائري ويشرفني انا ثاني قدامكم ان شاء الله كما تعودنا. ما عندناش شك في حبك لي وحبك للجزائر حفيظه، ودائما تروجي للباس التقليدي والحلويات التقليديه الجزائريه والاكل التقليدي الجزائري عبر صفحتك الرسميه على مواقع التواصل الاجتماعي. نعود نقولوا المهرجان، والى جانب الاسماء الجزائريه ان شاء الله اللي راح تكون حاضره في هذا المهرجان، سمعنا انه راح تكون اسماء عربيه، فلو تقولي لنا شكون، ولما تقولي لنا شكون حنا راح نقولوا حصريا للناس اللي تبع فينا. بون صح باللي ما زلت ما يعني ما فتحتش على الضيوف الشرف اللي راح يكونوا داكور، لكن هذه المره يعني لانه ربح اللواء المعد تاع برنامج لايف المشاهير رئيس هو يعني اقر اني على الاقل نصرح ببعض الضيوف راح يكونوا ضيوف لاول مره يدخلوا الجزائر، وضيوف يعتبروا في بلدهم ولا في الوطن العربي صف اول. الاسماء حفيظه، الاسماء الاسماء منهم الفنان خالد سليم داكا، وفنان ما تقوليناش اسم فنان، مادام كان قلتي اسم فنان ما دابنا اسم فنانه خلي يصير فرايز، تحبي نقولوا احنا ولا لا؟ انا نقول لك تقولي نهضر كل القائمه، فكنا نهضر واحد واحد لا يزعفوا. فسكوب خالد سليم راح يكون يغني يوم المهرجان، ومعروف عند الجزائريين ومحبوب عند الجزائريين، خاصه هذه المره كنت مصره اني نجيب ناس اللي يحبوهم يعني الجزائريين، واللي يضيفوا طبعا للمهرجان ويرحبوا بالمساعده يعني المسانده لهذه التظاهرات. مام الفنانه يحبوها بزاف اللي حتكون حاضره، وانا شخصيا نحبها بزاف، انا شخصيا نحبها، وانا ماركي لونفونس تاعنا جوبونس في الميلودي. عطينا الاسم سيده حفيظه، ولا احنا مضطرين ان نقولوا الاسم لازم نطلعوا بهذا. نعم انك دير معها لقاء في السجاده الحمراء احسن ان شاء الله. زميله محمود وفق حيكون حاضر ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله مرحبا بكم كامل قناه شروق تي في، لانكم دائما سباقين في هذه التظاهرات. شكرا. خاصة لما تحسوا الإنسان أنه تعبوا ما يروحش هذا الإنسان. إحنا في خدمة جميع واحد يعني يحاول يحافظ ولا يروج للباس التقليدي ولا لكل مورود الجزائري. يعطيك الصحة سيدة حفيظة. شكرا. تفضل. خليني نزيد لك سؤال حفيظة إن أمكن ولا عندك الوقت. تفضلي. يلا الممثلين والمؤثرين الجزائريين عرفوا أنه علاقتك طيبة معهم، ف اسكو تقدري تمدي لنا اسماء مؤثرين وجزائريين فنانين كما قال لك عصام، ضيوف جزائريين حيكونوا حاضرين اضافه للاسماء العربيه والاسم العربي اللي كنتي صرحتي بها الان؟
الحاجة اللي راح نقولها لكم هذه طبعا راح تكون مختلفة من حتى من قائمة المدعوين، والحاجة اللي حبيت أن نفهمها لكم باللي هذا المرة ماشي راح يكون ما كانش تذاكر للبيع، ما كانش للأسف. نعم يعني راح نسمع دعوات فقط كامل يتسنى في التذاكر، ولهذا عندي قائمة طويلة عريضة ما هيش منقطعة من كل المجالات، كل التلفزيونات، الإعلام، التأثير، الفن، الغناء، التمثيل، حتى السباق الرمضاني راح يكونوا عندي بما نذكرش اسمه إذا عفت، وكذلك كاين مدعوين لأول مرة لبوا الدعوة وراح يكونوا مفاجأة في المهرجان إن شاء الله. تخبيا وسمعنا أنه المدعوين راح يكونوا كامل باللباس التقليدي الجزائري صحيح؟ لازم لأنه هذا احتفال دريس كود، دريس كود سي لاتوري تراديسيونيل اللباس التقليدي الجزائري للنساء، وما دابين الرجال واللي ما يقدرش يجيب البدلة ولا لمسة تقليدية. يعني صحيح. حنا نشكرك يعطيك الصحة حفيظة ونتمنوا لك كل التوفيق في هذه الطبعة الثانية، وأكيد أنت بالك قلتي الناس حابين يشوفوا تذاكر ويجوا يشوفوا لكن ما يقدروش لأنه هذه الطبعة راح تكون بالدعوات، لكن برنامج لايف مباشر راح نقول لهم الحدث بكل تفاصيله وحتى كواليسه. إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك حفيظة بريكي منظمة Algerian Traditional Festival، حيكون يوم السبت إن شاء الله يروج دائما للباس التقليدي الجزائري، وكذا الشروق دائما تروج لكل المجالات وتروج يعني البرامج اللي يكون عندها قيمة ويطلبوها الناس. صحيح، وهذا الشيء اللي نعملوا عليه ونصهروا عليه باش نوصلوا لكم دائما الصورة اللي تليق بالجزائر، وأكيد خلال الشبكة البرامجية لقناة الشروق تي في أيضا راح نشوفوا برامج متنوعة تعكس يعني الأصالة والتقاليد وعادة المجتمع الجزائري، وكل هذا جمعتهم لكم قناة الشروق تي في برامج مختلفة في شبكة برامجية واحدة أكيد. وفي برامج البرامج الدينية دائما عندها نصيب، ونصيب الأول يكون لها طبعا راح نشوفوا مزامير داود في موسمه التاسع بطبعة ثالثة دولية اللي راح يشارك فيها الكثير من الأطفال لترتيل القرآن من مختلف دول العالم. أكيد هذا أضخم برنامج ديني في الجزائر يبث على قناة الشروق تي في، وتقديم البرنامج يكون من تقديم الزميل رضوان حسين. فقط زميلتي إكرام على حسب يعني الكواليس والأصداء اللي جاتنا احنا بحكم أنه زملائنا اللي يخدموا الكواليس أنه هذه الطبعة كانت متميزة جدا 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 بأصواتها، لأنه إحنا كما نعرفوا هذا البرنامج متوجه للأطفال الصغار يعني البراعم يعني الأطفال. نشوفوا البرومو ولا نشوفوا برك مع الفريق التقني؟ أنا نشوفوا البرومو على قناة شروق تي في، وأيضا لما زال كانت هناك برامج مختلفة واللي هي عبارة عن حوارية وشهدت عودة إعلامية جزائرية نحبوها طبعا فرح ياسمين اللي كنا شفنا الإعلان الترويجي ديالها ضمن شبكة البرامجية الجديدة لقناة الشروق، برنامج حواري فني يجمع الكثير من ضيوف عبر مختلف العالم العربي، سكة اللي كان حاضر كذلك في إعداده عصام دهمة. صحيح، هذا يعني السكة راح نركبه في قطار مع الإعلامية وزميلتنا فرح ياسمين، رجعت بعد غياب 6 سنوات للإعلام الجزائري بعد تجربتها العربية في برنامج سكة. راح يعني نروح مشوار مع فرح وضيفها في عندها يعني محطات راح تكون مع ضيوفها اللي مثلا كانوا من سوريا، مصر وبلدان عربيه اخرى. انا خليني نضيف حاجه يعني عصام من محبي فرح ياسمين، فكيفاش كان التعامل معها في هذا البرنامج؟ شوفي انا يعني لما كنت صغير كنت فرح ياسمين كانت بدايتها، يعني انا كنت حب نكون كما فرح ياسمين وتكون عندي نفس بدايتها، والحمد لله اليوم خدمت معها برنامج سكة اكيد تحت إدارة قناة الشروق تي في، وهذا البرنامج اللي خليني نقول لك يعني بالك يكون برنامج الوحيد العربي. عصام يرفعنا مستمعينا الان اذان صلاة المغرب بتوقيت الجزائر العاصمة، وضعوا حياتنا نستمع لصوت الحق. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة، اللهم آمين. اللهم آمين. يلا مشاهدينا نكملوا دائما مع شبكة البرامج الجديدة، حنقول الرمضانية الجديدة لقناة الشروق، ما بقى لهاش يعني رمضانية، لقناة الشروق تي في، وانضمام برنامج جديد هو برنامج فرنسي بنسخة جزائرية لغان دو شوبينغ اللي نشوفوا كريستينا هي اللي تكون في تقديمه في القناة الفرنسية، أما القناة الجزائرية فراح تكون المؤثرة والناشطة عبر مواقع التواصل
الاجتماعي حجابي ديفا ليليا. حجابي ديفا فوالا ليليا المعروفة في مواقع التواصل الاجتماعي راح تكون في تقديم هذا البرنامج في نسخته الجزائرية. ونحن نشوفوا أربع متسابقات وفي كل مرة يعني يحاولوا يطلعوا بلوك جديد ويقيموا بعضهم ويعطوا نقاط. وراح يكونوا كذلك في سباق مع الزمن لأنه عندهم وقت محدد اللي راح يخيروا فيه اللوك ديالهم. بعدين حجابي ديفا اللي هي مقدمة هذا البرنامج هي راح تمد النقطة الأخيرة ولا لا ميور نوت لا ميور كانديدات اللي حتكون مشاركة إن شاء الله. هذا البرنامج راح تكونوا معه في موعد على قناة الشروق تي في في شبكة البرامج الجديدة. يلا نروحوا مع بعض مكملين. وايضا كما قلتي انت انه شبكه البرامج الرمضانيه، لكن حبيت نقول لك انه بدات التحضيرات لشهر رمضان المبارك وين راهي تصور ولا بداوا يعني يحضروا لاعمال رمضان 2025. خلينا نقولوا انه رمضان سبحان الله العظيم يروح تمتم يعاود يولي تمتم. حنا نحبوه لانه دائما شبكه البرامج غنيه. فواش راح نشوفوا اليوم عصام؟ يعني كاين بزاف ثنائيات راهم راح يكونوا يعني يجمعهم رمضان 2025. هذه المره نروحوا مع زميلنا امين زعرف نروحوا نتعرفوا شكون هما ونرجعوا. يشهد موسم دراما 2025 تواجد كبير لعدد من أبرز نجوم السينما والدراما العربية، وين يستمر بعضهم في تقديم مسلسلات جديدة للموسم المنتظر في وقت يعود البعض الآخر بعد غياب. ومع الانتظار المتزايد لمعرفة أبرز الثنائيات في رمضان 2025، فمن النجوم من سيلتقي في بلاطو التصوير لأول مرة، ومنهم من سيكرر تجارب ونجاحات سابقة. ستكون النجمة الجزائرية أمل بوشوشة إلى جانب الفنان السوري باسم ياخور بمسلسل السبع ابن الجبل في موسم دراما 2025، وسيكون المسلسل من بطولة الفنانين، كما سيجمع ذات العمل النجمين أمل عرفة وعبد المنعم عميري والعديد من الوجوه الفنية الكبيرة في الدراما العربية. من المنتظر كذلك أن يشهد موسم الأعمال المقبل تعاون تيم حسن مجددا مع كاريس بشارة في بطولة مسلسل جديد يحمل عنوان تحت سابع أرض، وسط توقعات بأن يخرج تيم حسن من فئة الأعمال الدرامية التاريخية ولتنتمي لحقبات زمنية مختلفة. وللإشارة فالنجمين عملوا مع بعض في مسلسل العميد واللي عرض لأول مرة قبل ربع سنوات. النجم السوري قصي خولي سيجتمع مع الممثلة نورة الغندور، وهذا لأول مرة في بطولة مسلسل بعد سلسلة من النجاحات الدرامية في السنوات الماضية، وين فضل قصي خولي واللي غاب عن موسم 2024 العودة بعمل من فئة المسلسلات الرومانسية لايت كوميدي، علما أن نورة الغندور نجحت في بناء قاعدة جماهيرية خلال مشاركتها في عديد الأعمال الكويتية والخليجية الأخرى. النجمة المصرية ياسمين عبد العزيز هي الأخرى راح تلتقي مع الفنان كريم فهمي وراح يتشاركوا في عمل جديد مرة أخرى، ويكرروا تجربتهم الأبرز في رمضان 2021 من خلال مسلسل ونحب تاني ليه، واللي يعتبر من المسلسلات اللي تركت تأثيرها الواضح وهي الأنجح في مسيرة ياسمين عبد العزيز. النجم السوري عباس النوري هو الآخر راح يكون حاضر في موسم الأعمال المقبل بمسلسل جديد يحمل عنوان مطبخ المدينة، وراح يتميز هذا العمل بمشاركة بطولته إلى جانب النجمة السورية سلافة معمار. هذه الأسماء وأخرى راح تكون حاضرة في موسم الأعمال 2025 وسط بعض التكتم حول هذه الأعمال وقصتها. عبر العالم مشاهدينا الكرام راح نطيروا بكم باش نعرفوا اخر اخبار مشاهير العالم والعالم العربي دائما في فقره مشاهير وود من امضاء واعداد الزميله من زعارير. يشهد موسم دراما 2025 تواجد كبير لعدد من ابرز نجوم السينما والدراما العربيه، وين لعشاق الأعمال الكورية سيكون الممثل لي جون هيوك والممثلة شين هي سون أبطال دراما الجريمة والغموض جديدة المقرر بثها على إحدى شبكات العرض تحت إدارة مخرج ماي نيم، وتحكي القصة عن رغبة امرأة في إنشاء علامة تجارية فاخرة حتى لو كانت جميع المنتجات مزيفة.
تداول عشاق الأعمال التركية صورة توديعية لطاقم مسلسل حجر ورقة مقصة والذي تعرض الحلقة الأخيرة منها، في حين تداول عشاق الأعمال التركية مجددا بوستر مسلسل أمي أنقرة والذي سيعرض قريبا على كانال دي. ردت الفنانة شيرين عبد الوهاب على اعتذار الفنانة أحلام بعدم تهنئتها بعيد ميلادها، مؤكدة أن العلاقة بينهم أكبر من ذلك، وإن كتبت شيرين عبر حسابها على إكس: يا أم فهد يا غالية على قلبي، معايتك وصلت واللي بينا أكبر من كده، دايما معايا على طول يا رب، ومصر هتنور بحضورك وأكيد لازم أشوفك ونتقابل يا ملكة. أصدرت منصة ديزني بلاس المقتطفات التشويقية الخاصة بالممثل جي تشانغ ووك من دراما الأكشن والتشويق القادمة يوم 6 نوفمبر. يلا مشاهدينا الكرام، للأسف لحقنا لختام برنامجنا لنهار اليوم، نتلقوا بكم غدوة أو يتلقوا بكم كل من نيفين وأمين في عدد جديد من لايف المشاهير. تهلاو في روحكم وفي الناس اللي تحبوهم. بقوا على خير، نخلوكم مع أغنية قولوا لولي الفنانة راضية منال. بقوا على خير.